السلام عليكم حبيبتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وصحه جيده يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم لي ترونش او لا باستيلي بمكونات جد بسيطه وحتى الطريقه سهله. نتمنى هذا الفيديو يكون في المتناول ديال الجميع، فما تبخلوش ليا بلي لايك ولي كومونتير وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والعائله، وكذلك فعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا بكل الفيديوهات الجديده. نبداو على بركه الله الوصفه ديال اليوم. فحبيبتي غنبداو اول حاجه نحضروا لا جينواز. غادي نحتاجوا لها 5 ديال البيضات، وغادي نحتاجوا ليها 1 كاس ديال سنيده، وغادي نحتاجوا كاس ونص ديال الطحين. عندي هنا قبيص هاد الملحه، وكذلك راس معلقه ديال الخميره ديال الحلويات. فكيف ما كتشوفوا مكونات جد بسيطه. فغادي نبداو على بركه الله غادي نضربوا البيض. فالسر ديال النجاح ديال اي جينواز هو البيض، يعني الا خدمنا البيض مزيان وطلعناه مع السكر فكتنجح معنا لا جينواز. فانا هنا غادي نحتاج 5 ديال البيضات، وغادي نزيد قبيصه ديال الملحه وكاس ديال السكر. فغادي ندرب هاد المكونات مع بعضياتهم حتى يطلع هكا البيض ويتضاعف الحجم ديالو. فانا هنا نسيت ما ذكرتش الفاني مع المكونات في الاول، فانا غادي نضيفه هنايا ماشي مشكل، من الاحسن ديرو في الاول باش كيذوب مع السكر. وهنا غادي نزيد ديك راس معلقه ديال الخميره ديال الحلويات مع الطحين بعد ما غربلته. وكيف ما كتشوفوا راه البيض طلع وتضاعف الحجم ديالو، كيرجع اللون ديالو ابيض. فكنبدا هنا نزيد دقيق غير بالتدريج ونخلط غير بسباتول. فهنا كنخلطوا غيب شويه، غير انا هنايا مسرعه الفيديو، اما خصنا نحركوا هكا الطحين بشويه باش ما كيطيحش لينا البيض. فهنا حضرت الطبسي اللي غادي ندخل الفران اللي كندير فيه الجينواز بعد ما فرشت الورق الطهي. وغادي نبدا هكا نصب الخليط في هذا المول كامل، وغادي نبدا نوزعو باش يشد ليا الفورمه ديال المول. على هذا الشكل هذا نوصل الخليط حتى هكا الجوانب ديال المول، باش كتجيني جينوازة قياس واحد، ما كتجيش جهة طالعة وجهة هابطة. فهنا كنهز المول وكنبقى هكا نضربو مع سطح العمل باش كيخرجوا دوك الفقاعات، وكندخلها الفران كيف ما كتشوفوا كطيب. فما كتاخذش نهائيا الوقت في الطياب، ما تغفلوش عليها، واحد 10 دقائق كتكون طايبه مزيان، وما تخليوهاش عاوتاني حتى تحمر من الفوق بزاف باش ما تقصعش لينا ويصعب علينا التقطع ديالها. فدابا ندوزو نحضروا لا شونتي. هذه غادي نخليوها تبرد على جنب وندوزو نحضروا لا شونتي. فهنا غادي نحتاج لواحد ساشي ديال لاموس او لا شونتي ديال الفريز. فانا كيف ما كتشتو يعني درتها بالنكهه ديال الفريز. وغادي نحتاجو ربع لتر ديال الحليب، ربع لتر غادي تعبروه بكاس ونص ديال العنبه ديال الحليب. وغادي نضيف علبه ديال لاموس، وغادي هكا نطلعها مزيان بالضراب. فالحليب قبل ما تخدموا به من الاحسن ديروه في المجمد باش كيسهل هكا دغيا كطلع لنا لاموس اولا الشونتي. وكذلك هاد اليدين ديال الدراب حتى هما ديروهم في المجمد، فكل ما كانوا باردين كتسهل علينا الكريمه باش تطلع. فهنا غادي نخلي الكريم على جنب ندخلو للثلاجه. فهنا الجينواز ديالنا بعد ما بردات مزيان غادي نحيد ليها دوك الجوانب
غي هكا غي خط رقيق، فالجوانب بعد مرات كيقصحوا بالفران. وكذلك في العرض ديال الجينواز قطعت واحد الطريفات، حيت انا غادي نوضعها في واحد الاطار، فجاتني لا جينواز كبر من الاطار وقطعتها على القياس ديال الاطار. فهذا هو الاطار اللي غادي نخدم به، كيسهل علينا هكا المونتاج ديال لي ترونش او باستيلي. فهنا غادي نحسبوا العرض ديال هاد لا جينواز وغادي نقسموها على ثلاثة ديال الاجزاء اللي يكونوا متساويه. فهنا كنحسبوا كيف ما قلت وغادي نقسموا العدد اللي خرج لينا نقسموه على ثلاثة. فانا هنا خديت العبار ودابا غادي غير نقطع. من الاحسن يكون شي مصمادي باش ما كيعذبناش هكا وما يفرتتهاش لينا بزاف. فهنا غادي نفصل هاد ثلاثه ديال القطع كيف ما كتشوفوا اللي كيجيو متساويه. فهنا اللي غادي نحتاج ليه هو هاد لي كارطون. بعض المرات هكا كنشريو لي طارت كيعطيوهم لينا كيكونوا تحت من الطارطه، فما ترميهمش هادو، غير مسحوهم بواحد زيف فازق وعاودوهم بواحد ناشف، راه ما كيتغسلوش حيت ديال الكارطون، واحتفظوا بهم هكا كينفعوا. اولا تشريهم عند اصحاب ديال المحلات اللي كيبيعوا هادشي ديال الحلويات. فهنا غادي ناخد الجزء الاول كيف ما شفتوا كنوضع الوجه لتحت والظهر ديال لا جينواز الفوق باش ملي كنسقيوها كتشرب لينا السيرو مزيان. فبالنسبه للسقوى او السيرو اللي كنسقي به، فكندير كاس ديال الماء مع كاس ديال السكر وواحد فاني، وكنخليهم حتى كيغلاو مزيان وكيتبدل اللون ديالهم، وكنخليهم يبردوا تماما عاد كنسقي بهم لا جينواز ديالنا. فهنا غادي ناخذ لاموس غادي نوضعها في الجيب الحلواني وغادي نبدا هكا نوضع خطيطات من الكريم. فهاد الطريقه كتسهل عليا انني نوزع لا كريم. وغادي ناخذ سباتول وغادي هكا نغطي لا جينواز كامله من الفوق. فهنا غادي نحاول نقادها. فما خصنيش هاد لي ترونش يطلعوا مايلين، فمن الاول خصني ناخذ يعني التوازن ديالهم. فهنا بعد ما وضعت كيف ما كتشوفوا لاموس، غادي هكا نوضع طريفات ديال البنان، واللي بغى يدير طريفات ديال الفريز فهذه كتبقى يعني شي حاجه اختياريه. فانا هكا قطعت البنان ووضعته من الوسط فكيعطيها واحد المذاق زوين بزاف. وغادي نوضع خطيطه ديال السيرو ديال الفريز، فتا هو كيعطيها مذاق زوين وكتجي زوينه من معلكه من الداخل. فكيف ما كتشوفوا الطرف الثاني ديال الجينواز كنوضع الوجه من التحت والظهر ديال الجينواز من الفوق. وغادي نكمل بهذه الطريقه، يعني بحال اللي وضعت في الجينواز الاولى غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكملهم كاملين بثلاثه بيوم. فغادي نسقي لا جينواز وغادي نوضع من فوق منها لا كريم. وغادي هكا نوزعها بسباتول او لب بمعلقة ونحاول الا كانت شي جهة مايلة او خاوية ان يعني نقاد لها لا فورم ديالها. وغادي نوضع الفانيل اللي بقى ليا. وغادي نزيد عليه خطيطات ديال السير وديال الفريز.
وهنايا لا جينواز الاخرى كنوضعها على الوجه ديالها ماشي على الظهر ديالها. فهنا كنوضع طبقة من الكريم وغادي نبدا نوزع فيها. فهاد المرحله هادي خصني نقاد لاكريم مزيان مزيان، يعني الوجه ديالها يكون متساوي وما يكون حتى شي بلاصه مايله على الاخرى او لا خاويه من لاكريم. فهاد المرحله كتاخذ شويه ديال الوقت ولكن هي اللي كتعطينا الشكل زوين لي ترونش ديالنا. فهنا الا كان عندنا شي كريم زيت كنحيدوه. فهنا من بعد ما كنقادو ليها هكا الوجه ديالها كنخليوها تبات لمده ديال الليله كامله في المجمد. عاد كندوزو يعني الغد ليه الطريقه ديال التزيين اولا الشكل ديال التزيين اللي غادي نزينوها به. فهنا انا هنا من بعد ما انسالي من هذا اللعب هذا بحالي كضربي المرطوب، غادي نغطيها بالسلوفان ونخليها تبات في المجمد. فهنا كنتلاقاو في اليوم الموالي باش نحضروا الكلاصاج اللي غادي نزينوا به باستيلي ديالنا. فهنا غادي نحتاج لواحد 10 ديال الحبات ديال الفريز اللي يكونوا في المجمد، وغادي نزيد عليهم جوج معلقات ديال الماء سخون يكون طايب، غير جوج معلقات باش كيساعدونا على الطحين. فكيف ما كتعرفوا ملي كيخرجوا من المجمد كيصعب علينا نطحنوهم. فهنا غادي نزيد جوج معلقات ونص ديال السكر سنيده، والسكر كيبقى على حسب الذوق، وكذلك غادي نزيد جوج معلقات ديال كريم باتيسير. فإلا ما توفرتش عندكم بامكانكم تعاودوها غير بنشا. فغادي نطحن هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم وغادي نصفيهم في الصفاي باش يتحيدوا لنا ديك الحبيبات اللي كيكونوا في الفريز، وغادي نوضعوا هاد الخليط كامل فوق البوطه يغلى. فهنا انا غادي نزيد واحد شويه ديال ملون غذائي حيت ما عجبنيش اللون اللي يعني ديال الفريز ملي كيتخلط مع النشا ولا الكريم باتيسير فكيتبدل اللون ديالو. فهنا كنخليه حتى كيغلى وكيعقد. فهنا غادي ناخذ واحد البانيو ندير فيه الماء اللي يكون بارد، وغادي نبقى نحرك مزيان هاد الكلاصاج ديالنا، فما غاديش نحبس من التحرك باش ما كيقصحش ليا. وهنا كنخرج باستيلي ديالنا من المجمد وغادي نبدا نوضع هكا الطبقه ديال الكلاصاج. فهنا خص تكون شويه ديال السرعه باش ما كيتخلطش هكا الكريمه مع الكلاصاج. فهنا حيت الاطار وغادي نبدا هكا نقطع لي ترونش ديالنا. انا هنا استعنت بهاد العبر وكناخد الموس اللي كنوضعو في الكاس ديال الماء يكون طايب، يعني كنوضعو في الكاس ديال الماء كنمسحوه بكلينيكس أو بشي زيف وكنقطعو به، فهذا كيساعد الكريمة هكا تطلق شوية مع الموس سخون. فكيف ما كتشوفو كل طرف درت فيه 4 ديال سنتيمتر. فالقياس بإمكانكم يعني ديروا القياس اللي بغيتو، فهكا كيجيو صغار حسن. فهنا غادي نبدا نهز باستيلي ديالنا اولا لي ترونش وغادي نوضعهم في الطبق ديال التقديم، فكيجي الشكل ديالهم رائع الصراحه وحتى المذاق كيجي ولداد بزاف. فهنا بالنسبه للتزيين غادي نحتاج هكا لاموس بقات ليا، غادي نوضع هكا وريدات عشوائيا، فالتزيين كيبقى اختياري. فهذا تزيين بسيط وغادي نحتاج هكا الطريفات ديال الفريز نوضعهم من الفوق. فهذا هو الشكل النهائي ديال لي ترونش ديالنا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. فكيف ما شفتوا بمكونات جد بسيطه
والحاجة كيف ما كان ذكر في أي فيديو اللي كتكون مصيبة في الدار، فحسن بألف مرة من الحاجة اللي كان شريو من الزنقة. أول حاجة كان عارفو شنو دايرين فيها وكتكون نقية. فهنا نكون وصلنا لآخر ديال الفيديو، نتمنى يكون هذا الفيديو خفيف ظريف، فما تبخلوش ليا بلي لايك ولي كومونتير وبارتاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش العائلة ديالنا تكبر وتكبر. نتلقاو فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.